اسمي مارينا يوسف تقاوي، مركز طمع محافظة سوهاج، أحد المشاركين في خدمة كوبتيك أورفانز، برنامج لست وحدك في كلية التربية. لما بدأت الكورونا وكده فكانت الدراسة كلها تحولت لأونلاين، مكنتش بعرف أحضر محاضرات خالص. سنة تانية بقى لما أخدت اللابتوب في كوبتيك أورفانز، في البداية مكنتش بعرف أشتغل عليه، اتعلمت. بعد كده بقيت بحضر المحاضرات كلها، طبعا اتعلمت على برنامج زوم طبعا، غير اللابتوب ما كنتش عارف اعمل ده كله. كمان كنت اتعلمت اشتغل على الوورد، طلب مننا ابحاث كنت اخدت فيها درجات عاليه خالص، فمن غير اللابتوب ما كنتش عارف اشتغل على الوورد ولا اقدم الحاجات دي. كمان عملت باوربوينت مرتين يعني، فانا اتعلمت على الوورد والزوم والباوربوينت ولسه هتعلم يعني. احب اقول لكوبتيك اورفانز مرسي جدا على كل حاجه عملوها لنا يعني، من انا صغيره حد ماشي معاك طول حياتك وطول الطريق خطوه بخطوه معاك متابعك. فعلا هم واخدين دور الاب في حياتنا من ناحيه الدعم والتشجيع ومن ناحيه الجزء المادي يعني. شكرا خالص.